هذه استخدمتها تروس باسكاليت، حولتها من تروس لهاي هات، وهاي سنير بسموها في الدرمز الحقيقي، وانا حولتها من طنجرة وصورت إشاعة وتبتها ببراغي وزبط صوتها. وهذا توم وان وهذا توم تو، فاستخدمتهن جرادل وقفتهم على خشب فكان يعني صوتهم حلو. وهاي صينية كنا نقدم فيها شاي للناس، فاستخدمتها بدل الكراش. فمكوناته يعني انتم شايفين خشب، زنبرك، سيخ حديد، البكرة، جنزير، بسكليت. أنا حلمي أطور من حالي، أدرس في معاهد برا، أزيد خبرة في الموسيقى. وكان يعني حلمي أنه أجيب آلة، فعملت الآلة هاي البسيطة عشان أظني على الموسيقى وأظني يعني مكمل وممارس على الموسيقى. عملنا بموهبة حسام، فصورنا مقاطع على برنامج التيك توك نزلناها، فلقينا قبلية على الفيديوهات، فوصلت المشاهدات فوق المليون ونص. فهذا زاد الإشي تطور، وحبينا أكثر إنه نطور منها.